دي حقيقة ما تحت قيادة مستر مانويل جوزيه طبعا فترة كبيرة من الفترات. طيب دكتور أحمد، يعني بنتكلم على عدد البطولات اللي قدر النادي الأهلي يفوز بيها، بطولات كتيرة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا وزي ما قال طبعا دكتور عادل كرايم، أيضا بأبطال الكؤوس، كأس الكونفدرالية، يعني النادي الأهلي شارك في عدد كبير جدا من البطولات الأفريقية وده أكيد في صالح النادي الأهلي. طبعا خاصة كمان النادي الاهلي اكتر نادي هو اللي محقق دوري ابطال افريقيا 8، بعديك المنافس اللي بعدك 5، فانت محتاج ان انت توسع الفارق، كمان محتاج ان انت تحصل على البطولة التاسعة، محتاج ان انت توصل كاس عالم للانديه مره ثانيه ان شاء الله السنه دي، خاصه كمان ان البطوله 6 شهور، يعني في 6 شهور اول مره، هي نسخه استثنائيه، اول مره البطوله تخلص في 6 شهور مش على مدار سنه، فدي مضغوطه جدا، ودي فرصه كويسه ان انت لما تدعم ان شاء الله وتعدي الدور ده وتدعم بصفقات كويسه فرصه ان انت تاخدها. ابرز ما يميز فريق جيما، فريق جيما الاثيوبي طبعا، اولا لازم يعني نخلي بالنا لازم نحترم المنافس. احنا شفنا السنه اللي فاتت ولايتا ديتشا بالظبط خرج نادي الزمالك من الكونفدراليه، ما كانش حد يتوقع الكلام ده، ولقينا ان الفريق ولايتا ديتشا ده خرج نادي الزمالك. ولكن الفريق الاثيوبي يمكن بيمتاز قوي، هو فريق ضعيف دفاعيا كل صراحه، ولكن هو عنده بعض الاسماء وبعض الخبرات قدام مميزه هجوميا، دايما هم بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1، يمكن اول نقطه قوه عندهم هي المهاجم اللي هو رقم 7 اللي هو مامادو سيديبيه، ده يعتبر تاني هدافي البطوله. طيب. بثلاث اهداف اللي هو المهاجم المالي. طيب هنخش في تفاصيل اكتر بالنسبه لفريق جيما وكل الاحصائيات اللي معاك دكتور.